الله يعطيكم العافية أول شيء على أنه فتحتوا لنا مجال نوصل كلامنا الأوسع فئة من العالم، ونتأمل إحنا من النمسا ومن المسؤولين النمسا أنه تدحق بوضعنا. يعني اليوم إحنا صارنا 3 سنين طلعنا، يعني طلعنا مشان نعيش بأمان إحنا وأولادنا ونعيش بحياة كريمة، وحقنا هذا. يعني اليوم واحدنا يأخذ رفض لحماية، رفض عفوا اللجوء، يعني تأخذ سنة عقوبة صراحة، لا تقدر تشوف ولادك، بدك تجيب ولادك، عندك يكون مرض. عندي أنا هسه أنا واحد الناس، طبعا واحد من أكثر الناس اللي خذت سنة، زوجتي مريضة مرض مزمن ما أقدر أجيبها، ابني راح يوصل 18 ما أقدر أجيبه، وأنا طالع مشانهم. يعني نموت باللحظة 1000 مرة والله العظيم، يعني لا نقدر نجيب ولادنا. احنا طبعا خيو بصمنا مجبرين، احنا بصمتونا هي مجبرين، اعطونا حق لجوء يا اخي، اعطيني يوم وجيب لي عائلتي، انا بدي اعيش مثل باقي العالم، وحقي هذا، بدي اعيش بامان انا وعائلتي، واني طلعتي قمرت بحياتي والله العظيم. شفنا الموت اقسم بالله على الطريق، وشفتوا بالفيديوهات، كل اللي يسمع صوتي شافوه بالفيديوهات، وفي ناس ماتت. يعني قمرنا بحياتنا منشان نعيش احنا وولادنا بحياه كريمه، لا تأخذنا بكلمة، ونخلص من ظلم بشار الأسد وعصاباته. ويقول لك سوريا منطقة آمنة، يا أخي والله ما بمنطقة آمنة، والله العظيم ما بمنطقة آمنة، وهم يعرفون هالشيء. يعني اللي يعيش على الواقع مو مثل اللي يسمع الكلام، ونتأمل من المسؤولين أنه يدحقون من وضعنا بشكل عام أهل السنة، أنه يلعفوا يرعفون بحالنا، أنه آخر شيء إحنا يا أخي إنسانيا لاجئين حرب. والله يعطيكم العافية.